دون سابق علم بهذه الخطوة أقلعت رحلة مفاجئة من مطار مصراتة فجر الأربعاء تنوي العاصمة المصرية القاهرة، تحمل على متنها مستشار الأمن القومي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الصخيرات تاج الدين الرزاقي رفقة أعضاء من مجلس النواب المنقطعين. بحسب المعلومات الواردة من مصادر إعلامية حتى اللحظة، يحمل الرزاقي بين ملفاته مبادرة لما قيل أنها حل للأزمة الليبية تتضمن تثبيت وقف إطلاق النار على أن يكون خط جسر سدادة غرب سرت الخط الفاصل، إلى جانب عملية تبادل للأسرى بين الأطراف. كما تدعو مبادرة السراج المرسلة إلى القاهرة تأجيل جلسات الحوار السياسي وعدم التوسع فيه والاكتفاء فقط بالتحضير للانتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي على حد زعمه. المصادر الإعلامية ذاتها قالت إن مستشار السراج اقترح ضرورة الاستعجال والبدء في المفاوضات الاقتصادية ووضع آلية جديدة لتوزيع عائدات النفط مع ضمان إعادة فتح التصدير. محمود الشريف لقناة ليبيا الحدث.